السلام عليكم، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي كل شيكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم معايا جوج الوصفات اللي تساقط الشعر وفراغات اللي كيكونوا في الراس. الاول وصفه هي هذه بسكنجبير طري، كنحكوه في سكنجبير، عنده فوائد كبيره للشعر والجسم كامل صراحه. كما كتشوفوا هنايا غادي نحكو مزيان وغادي نعصرو، ناخذ هذاك الماء اللي غيطلق. كما كتشوفوا تبارك الله شحال خرج الماء ديالو. مهم يعني القياس على حساب شعر اي واحده. صافي، وغادي ناخد ملعقه ديال زيت الكوكو، وغنزيد عليه ملعقه اخرى ديال زيت الزيتون. صافي، وغنخلطو مزيان ونشد واحد القطن ونبقى نشقق به راسي وفراغات ديال الراس كامل، يعني ندير راسي قدام يعني وضعيه الانحناء، ونبدا نشقق به شعري. وما نساوش المساج، دائما دائما المساج باش الدوره الدمويه كتدور في فروات الراس. وكذلك البنات، الوصفه الطبيعيه كتاخد الوقت شويه باش تبان النتيجه، وبوحدها يعني خصكم تشوفوا شنو ناقصكم. هذه الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هي البصل الاحمر. البصل الاحمر وما لا يعرفه، الفوائد ديالو كثيره ومتعدده ما شاء الله. انا هنايا حكيته اللي عندها الميكسور تقدر تحنو هكا بحال اللي درت في سكينجبير. غناخد البصله اللي حكيت ونعصرها كما قلت لكم البنات. الوصفه الطبيعيه مهمه جدا، ولكن نزيدو نشوفو الا كان عندنا تساقط غير طبيعي نزيدو نشوفو الطبيب، حيت اغلبيه كتكون نقص في فيتامينات بحال فيتامين دي بحال الحديد. يعني ضروري الانسان يشوف شنو الفيتامينات اللي ناقصينو ويعاون، علاش لا يعاون بالدواء والكينات. فنبقى على هذه الطريقه حتى نخرج داك العصير ديال داك البصله كامله. وعلى فكره ان هاد الوصفات كيداروا بنهارهم، يعني ماشي تقول غنصايب كميه وخليها في الثلاجه، لا، البصله كتاكسد وغيمشي الجهد ديالها كامل. دونك ملي تصايبوها استعملوها. كما كتشوفوا هنايا زدت عليها معلقه ديال زيت الزيتون، وغنزيد عليها واحد الزيت مهم جدا 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 لإنبات الشعر، وهو زيت الخروع. كما كتشوفوا غادي نقوم بنفس العمليه، يعني ناخذ القطن ونحني راسي ونشقق به شعري مزيان وندير له مساج واحد 10 دقائق تقريبا، ومن بعد يمكن لينا نستعملوا الكيس البلاستيكي او السلوفان ندوروا فيه شعرنا. وهذه هي الطريقه.
وبغيت ننصحكم نصيحة أخيرة أخيرة. أنا لاحظت الفرق صراحة من بديت كنستعمل هادو، وحتى هذا البنات عوض كتستعملوا داك لاستيك ديال الشعر، وكتلقاو عادة كتلقاو الشعر ملوي في هذاك لاستيك. صراحة أنا من بديت كنستعمل هادو، معرفش كاين في المغرب ولا لا، من بديت كنستعملهم ما بقيتش كنلقى داك الشعر ملوي صراحة، ما كينتفوش وزوينين، وما ما كيخسروش داك الديكور في الشعر بالكلاستيك، كيبانوا حاجة أنيقة وفي نفس الوقت ما كينتفوش، واخا كيبانوا هكا كنت خايفة منهم في الأول، ولكن زدقوا مزيانين. المهم البنات، نتمنى يكون فدتكم، تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم.